أهلا بكم من جديد. استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بأبو ظبي ثلاثة من قيادات الهيئة الفائزين بجائزة أبو ظبي للأداء الحكومي المتميز ضمن الفئة الفردية، وهنأ سموه الفائزين بالجائزة على تحقيقهم هذا الإنجاز، ومثمنا عاليا جهودهم وتفانيهم في العمل الدؤوب الذي جاء ليؤكد على الانسجام بين ما نؤمن به كأفراد وكمؤسسة وفق دورها كهيئة حكومية مسؤولة عن حماية البيئة والمحافظة عليها.